مستمعينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله صباحك بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه وسن اللقايا وشعارات ابناء القبائل. وعلى بركه الله ينطلق الشوط الثامن الخاص للقعدان اللقايا من مسافه 4 كيلومترات نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعه والباحثه عن الناموس. نبدا مع اول الاسماء، بطاش بشعار علي بن راشد بن محمد بن فهد الخاطر يقدم لنا بطاش على اول الاسماء واول الشعارات. ثانيا يتقدم رمز محمد بن عبد الله بن جار الله بن ذروه المري يقدم لنا رمز على ثاني المراكز وثاني التحديات. ثالث الاسماء شعار بوشريده هنا مع ثالث الاسماء مذخور بشعار علي بن شجاع بن علي بن مسعود آلف هيدا مع ثالث الاسماء. رابع المراكز شعار هناك بن طريبيل يتقدم مع رابع المراكز ورابع التحديات. خامس الاسماء مشاهدينا متابعينا الاعزاء، ارى الاسماء القادمه والمنطلقه. هناك خامس المراكز يتقدم وينطلق ممتاز ناصر بن عبد الهادي بن طالب بن هليل القفراني يقدم لنا ممتاز على خامس الاسماء. هكذا هي النتيجه الاولى مشاهدينا متابعينا الاعزاء. ونعود مع مع اول الاسماء، بطاش ينطلق بشعار علي بن راشد بن محمد بن فهد الخاطر ينطلق ويقدم بطاش على البدايه وعلى راس حربه هذا الشوط. ثاني الاسماء من الجانب الاخر رمز محمد بن عبد الله بن جار الله بن ذروه يقدم لنا رمز على ثاني الاسماء وتسلل الى المقدمه. ثالث المراكز من الجانب الاخر ينطلق مدمر علي بن محمد بن ناصر آل بريد المري يقدم مدمر. رابع الأسماء مذخور علي بن شجاع بن علي بن مسعود آلف هيدا مع رابع المراكز ورابع التحديات. خامس الأسماء شعار بن سفران يتقدم مع الشايب محمد بن مبارك بن عبد الله بن مسفر آل جحيش مع خامس الأسماء وخامس التحديات. نتيجتنا الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة. وعود مع بن طريبيل من قير إلى المقدمة وإلى الصدارة مع مدمر 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 مع البداية علي بن محمد بن ناصر آل بريد المري والشايب قادم. بن سفران يتقدم مع الشايب محمد بن مبارك بن عبد الله بن مسهر آل جحيش. وفي ثالث المراكز وصل القادم والمنطلق ممتاز ناصر بن عبد الهادي بن طالب بن هليل القفراني يتقدم مع ثالث المراكز. رابع الاسماء ورابع الشعارات شعار العطية يتقدم مع رابع المراكز ويقدم لنا هنا اخطر بشعار عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية مع رابع المراكز. خامس الاسماء شعار بالعرج ينطلق ويقدم لنا هنا دخان حسين بن راشد بن حسين بن سعيد الجربوعي. ولكن البداية بن طريبيل مع المقدمة الكيلو متر الاخير مدمر يستفتح ابواب الكيلو متر الخطير مدمر مدمر بشعار علي بن محمد بن ناصر آل بريد المري. وثاني الاسماء شعار بن سفران يتقدم مع الشايب الشايب على ثاني الاسماء وثاني الشعارات بشعار محمد بن مبارك بن عبد الله بن مسفر آل جحيش. وفي ثالث المراكز الاسم القادم ممتاز ناصر بن عبد الهادي بن طالب بن هليل القذراني. والعطيه ايضا قادم مع رابع المراكز ينطلق هنا مع رابع المراكز مع اختار. ولكن وصل القادم
مهلك حمد بن محمد بن راشد المقارح يقدم لنا مهلك مع خامس المراكز، ولكن البداية غير وانطلق ممتاز. ناصر بن عبد الهادي بن طالب بن هليل القثراني غير إلى المقدمة وإلى الصدارة، انطلق واندفع إلى الفوز وإلى الانتصار مع ممتاز. ثاني الأسماء مهلك مع محمد بن محمد بن راشد المقارح، ولكن ممتاز مع الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لناصر بن عبد الهادي بن طالب بن هليل ينطلق مع ممتاز. تهانينا والناموس من هذه اللحظات نزفها إلى عزبة بن هليل على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ممتاز الناصر بن عبد الهادي بن طالب بن هليل القثراني على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصل مهلك بشعار حمد بن محمد بن راشد المقارح، وفي ثالث المراكز اختار بشعار عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، وفي رابع المراكز الشايب محمد بن مبارك بن عبد الله بن مسفر الجحيش، وخامس المراكز معزز محمد بن فهيد بن محمد الزبدان المري. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، هكذا هي النتيجه للخمسه المراكز المتقدمه. تهانينا والناموس لمالكي ممتاز. التوقيت الزمني 6:10:53. تهانينا والناموس الناصر بن عبد الهادي بن طالب بن هليل القثراني، وفي ثاني المراكز اتى مهلك. التوقيت الزمني 6:12:29. تهانينا والناموس لحمد بن محمد بن راشد المقارح، وفي ثالث المراكز اختار وصل على ثالث المراكز بشعار عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية 6:16:85. تهانينا والناموس لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، فتهانينا والناموس لجميع الفائزين.